الحقيقة أنا سعيد أن أنا أكون معكم النهاردة. هي صحيح الندوة مكافحة العنف ضد المرأة، لكن إحنا لما بنلتقي مع بعض الحقيقة بنكون في غاية السعادة. فيش فارق بين المرأة والرجل، دايما إحنا مع بعضنا ودايما بنتعاون في مصلحة بلدنا. يعني في كل مكان بنتواجد فيه سواء كان الرجل أو المرأة كلنا بنتعاون مع بعض وبنحاول بقدر الإمكان نساعد ونخدم في البداية أولادنا وبعد كده في النهاية بلدنا كلها. إحنا كل واحد فينا ليه دور بيأديه، فمفيش فارق بين ده وبين ده. لكن طبعا الندوة النهاردة أنها تتناول موضوع في غاية الأهمية، وخاصة اللي حصل في الفترات الأخيرة، وبدأنا نشوف بعض التصرفات اللي لا تليق من بعض الشباب أو من البعض عموما بتصرفاتهم مع المرأة. ده كلام مش مظبوط، لكن هو ده يمكن اللي خلى أنه يبقى فيه ندوات بالشكل ده ونحاول نتناول مواضيع العنف ضد المرأة. لكن أنا عايز بس أوضح الصورة أنه بالنسبة للمرأة، أنا عندي في الطالبات أكثر من 60% طالبات داخل الجامعة. يعني في كل مكان أو في كل كلية العدد صحيح بيتفاوت، وأحياناً بيصل لأكثر من 80% بعض الكليات. فلما يبقى عندي العدد ده كله بالنسبة للطالبات بالمقارنة بالأولاد، فده فارق كبير. وده معناها أنه بكرة أو في المستقبل عموماً هيتغير الوضع تماماً. طالما الموضوع بالصورة دي، العدد الكبير من الطالبات، شيء طبيعي لازم يتغير الوضع عندي تماماً داخل الجامعات. أنا بدي نموذج كجامعة جنوب الوادي، لكن أنا واثق في الجامعات الأخرى في نفس الأعداد. الأعداد الكبيرة دي دورها في غاية الأهمية، ولذلك لما بندخل بعض المحاضرات أحياناً أو بعض الندوات وبشوف العدد الكبير الحضور قدام مني من الطالبات، وبشوف الأولاد عددهم بسيط أو محدود للغاية مقارنة بالطالبات، صحيح بيقول يعني للأسف طبعاً هم بيأخذوا لهم ركن لوحدهم. وحتى دائماً بكلمهم بقول للطالبات خذوا بالكم من زمايلكم. كان العكس زمان، نقول للأولاد خذوا بالكم من زميلاتكم، إنما النهاردة احنا بنقول للبنات خذوا بالكم من زمايلكم. لأنه فعلاً لما تشوفوهم العدد الكبير الحاضر وبعدين الأولاد في ركن معين واخدين لهم جنب كده، فلازم يبقى الطالبات ياخدوا بالهم من خواتهم الأولاد. ده بينعكس كمان بعد كده عندي في التعيينات. يعني النهاردة معظم التعيين بالنسبة للمعيدين أو التكليف اللي بيتم عندنا داخل الجامعات بيبقى العدد الأكبر من الطالبات، من خلال زيادة الطالبات أو زيادة المرأة عموما في المجتمع بالنسبة لنا. عشان كده القيادات كلها كمان لازم تزيد، وبدأ النهاردة عندي مش بس عميدات، لكن عندي كمان وكيلات للكليات. في عندي النهاردة أكثر من عميدة في الكلية داخل المجلس. لما تدخل المجلس عندنا عندي 23 كلية والجامعة كلها، سواء كان في قنا أو في الأقصر أو في البحر الأحمر، وفي عندي عدد كبير من العميدات. في عندي عميد للطب البيطري، في عندي عميد لطب الأسنان، في عندي عميد للآثار، في عندي عميد للآداب، في عندي عميد للإعلام. دول كلهم امرأة، عدد كبير. ده غير وكيلات الكلية وغير رؤساء الأقسام. والحقيقة يعني ما فيش أي شكاوى أو ما فيش أي قصور، بل بالعكس الكليات ماشية مستمرة كويس خالص، ما فيش أي قصور، بيأدوا دورهم كما يجب. فهو ما فيش فارق، اللي عايز أقوله ما فيش فارق ما بين المرأة وبين الرجل في العمل